sale loco de contento con su. في هذا الفيديو راح اتكلم عن مفهوم بسيط اداري ولكن مهم جدا للاداريين والمهنيين في الاداره. الانشطه والمهام. البنيه الاساسيه للاداره في اداره ممتازه يكون تعريف الانشطه والمهام في المشروع او المنشاه. الفرق بين الاثنين النشاط هو عمل تكرار مثال المشي. اما المهمه فهي شيء متفرع من النشاط. تحتاج نشاط عشان توصل لهدف في مهمه معينه. فانا امشي اروح المطار، امشي اروح المحل مثلا، امشي اروح السوق. كويس، انا مشيت هذه اكتيفيتي لكن وصلت لهدف معين. الان الهدف على غير النشاط يعتمد على المهاره والمعرفه باعتماد نوع المهم. تمام، فهنا دائما نتكلم عن المهارات وهنا نتكلم